السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد من الفيديوهات اللي احنا بنناقش فيها اي محتوى من المحتويات اللي انت متعود تشوفها هنا على القناة في الاربع برامج اللي احنا بنقدمهم، ولكن بنطلع نتكلم فيه عن حاجات، يعني حاجات مثلا ايفنتس مهمة، حوادث مهمة، اي حاجة زي كده، حاجات بتحصل لنا في حياتي فحابب اطلع اقولها. وانت عرفت خلاص من العنوان يعني بتاع الفيديو ان احنا جايين نتكلم عن معرض القاهرة الدولي للكتاب، احد اهم الاحداث اللي تخص القراءة اللي بتحصل في مصر وغالبا في الوطن العربي كله، لان معرض القاهرة الدولي للكتاب يعتبر احد اشهر معارض الكتاب على مستوى العالم ان لم يكن اشهره. معرض القاهرة الدولي للكتاب كل سنة تقريبا بيروح فيه اكتر من 3 مليون بني ادم، 3 مليون شخص بيروحوا نفس المكان علشان غاية واحدة وهي الكتب. المكان بتاع معرض الكتاب لو سألت اي حد في الشارع كده هيقولك معرض الكتاب بتعمل فين، هيقولك بتعمل في مدينة نصر في ارض المعارض اللي موجودة قدام سادة القاهرة على طول. ولكن في دورة انعقاد معرض القاهرة الدولي للكتاب سنة 2019 الوضع اتغير، المعرض مش هتعمل في ارض المعارض الموجودة في مدينة نصر، هتعمل في ارض المعارض الجديدة اللي موجودة عند محور المشير في التجمع الخامس. هو في مدينة نصر او في يعني القاهرة الجديدة، ولكن يعني مش قريب شوية، الموضوع محتاج شوية وقت عشان خاطر توصل هناك، ولكن المواصلات موجودة ودي ما تعتبرش مشكلة. المشكلة ظهرت في ان ايه، ان احنا تعودنا على المكان ده، تعودنا على المكان ده خلى فيه حالة خاصة بيننا وبين المكان اللي هو ارض المعارض، وخلى فيه تعلق، او ان احنا خلاص بقينا شايفين ان معرض الكتاب ما ينفعش يتعمل غير في المكان ده، لان في عادات كتيرة كنا بنعملها، ان انت خلاص بقى حافظ الطريق، بتروح بالمترو مش عارف ايه، بتطلع عارف هتروح فين، عارف الصالة الفلانية او دار النشر الفلانية هتبقى موجودة في الحتة دي، هي بتتحركش من المكان ده، انت بتروح تلاقيها في المكان ده. ولكن مع تغير الوضع ظهرت اكتر من نظرية. اول نظرية بتقول ان المعرض هيكون غالي، والكلام ده مش صح، لان برضو يعني الصفحة الرسمية بتاعت معرض القاهرة الدولي قالت ان الكلام مش صح، التذكرة هتنزل بسعرها الطبيعي، مفيش اي حاجة من الكلام دوت يعني ثبتت صحتها خالص، ودي كلها مجرد شائعات. ولكن الحدث الجلل بقى، او اللي هي كان ممكن تقول مصيبة لبعض الناس، هو ان سور الأزبكية مش هيشارك في معرض الكتاب السنة دي، ودي عملت مشكلة عند الناس اللي متعودة ان هي تروح على سور الأزبكية. لو انت مش عارف سور الأزبكية، سور الأزبكية موجود في العتبة، ده يعتبر الملاذ بتاع الكتب في مصر عموما، بتروح هناك بتلاقي الكتاب اللي انت عايزه، بتلاقيه بسعر الى حد ما مريح شوية، بتلاقي ناس كتيرة فاهمة في الكتب فبتبدأ ترشح لك كتب او روايات او اي حاجة زي كده. مكان يعني يعتبر مكان بتلاقي فيه كتب، هيكون ايه يعني غير كده. ميزة سور الأزبكية او تواجد سور الأزبكية في معرض الكتاب في المعارض اللي فاتت يعني خلاص، هو انه كان بيقدم الكتب باسعار تنافسية جدا، يعني كان ممكن الكتاب يكون معروض في دار النشر او في المكتبة بحوالي سي 100 جنيه او حاجة، بيعرضوه هم في سور الأزبكية ب 25 جنيه، بيعرضوا كتب قديمة مثلا لكتاب قدام ونسخ جديدة لانج وممكن تكون بلزقتها وبأسعار مريحة جدا. دي حاجة كانت بتخلي الناس اللي هم عايزين يشتروا كميات كبيرة من الكتب او اللي عايزين يعملوا مكتبة ليهم او حاجة زي كده بيستنوا معرض القاهرة الدولي علشان خاطر يروحوا وينزلوا على سور الأزبكية ياخدوا الكتب ديت كلها ويرجعوا. انا رحت معرض الكتاب مرة واحدة، وخليني اقولك ان هي ما كانتش احسن تجربة في الحياة. لما رحت معرض الكتاب رحت الصبح، طبعا اتبسطت جدا لان كان في ناس كتيره جدا داخلين، وانا كنت متوقع كده، كنت متوقع ان الطابور يعني هيبقى زي طابور العيش مثلا، ولكن طلع الطابور طويل جدا. على ما دخلت تقريبا اخدنا نص ساعه ودخلنا بالتحايل يعني بقينا نعدي في الناس كده وبتاع. المهم يعني دخلنا جوه، طبعا ديت كانت اول مره ليا، لاحظت هرجله واضحه وعدم تنظيم واضح. المكان كبير، ارض المعارض خلينا نكون متفقين ان هي كبيره جدا، والناشرين برضو كتار، والناس اللي رايحه كتيره، صعب بالنسبه لك ان انت تعرف
المكان بتاع دار النشر الفلانية لو انت اول مرة تروح المعرض. لو انت متعود ومتمرس على معرض الكتاب كنت هتدخل المعرض وعلى طول حافظ المكان اللي انت رايحه، ولكن انا لانها كانت اول مرة بالنسبة لي ما كانش فيه مثلا خريطة بتوضح اسامي دور النشر او المكتبات او الاماكن اللي انا المفروض رايح اشتري منها كتب، انا يعتبر لفيت ارض المعارض كلها علشان اوصل لدار داون اللي كان فيها كاتب يعني عامل حفلة توقيع او حاجة زي كده للكتاب بتاعه وما لقيتهاش. زائد ان في السنة اللي انا روحتها كان في حاجة اسمها مش فاكر عمه ايه كده، كان ابليكيشن يعني، وفي مندوبين يعني تبع معرض القاهرة دار للكتاب واقفين بيدلوك على الحاجات. الناس ديت مش فاهمة حاجة، مش عارفين فين اماكن المكتبات اصلا، سوحوني اكتر من مرة يعني. اسال على البوابه بتاع مسجد الرشدان، طبعا انا ما كنتش لسه ساعتها دوست في مدينه نصر وبتاع، ولكن اسال على المكتبه، اسال على البوابه اللي هي بتاعه مسجد الرشدان، يوديني الناحيه التانية اللي هي اصلا عند البوابه الرئيسيه ويقول لي هي دي. طب ازاي انت بتضحك عليا يعني، ولا انت وجودك في المكان دوت انت اصلا مش فاهم؟ فبالتالي الهرجله وعدم التنظيم ده كان اداني ايحاء كده ان الموضوع سيء جدا. وانا ماشي يعني فضلت قاعد طول اليوم تقريبا، وكنت ماشي كده على بعد المغرب او حاجة، معرض الكتاب ما بقاش معرض كتاب وبقى سوق تلات، بالمعنى الحرفي لسوق التلات. سوق التلات دوت واحد ماسك كتاب وباتنين ونص وتعالى بص ومش عارف ايه. يا جماعة لأ لأ، مش هو ده اللي احنا عايزين نشوفه يعني، مش هي دي الصورة الكويسة اللي احنا عايزين نشوفها لأحد اهم معارض الكتاب على مستوى العالم. الناس اللي كانت بتروح معرض الكتاب ما كانتش مقدرة أهمية معرض الكتاب، ما كانتش مقدرين أهمية إن ده نشاط ثقافي. الناس اللي رايحة المكان ده مش رايحين يشتروا خضار، مش رايحين يشتروا سمك، دول رايحين يشتروا كتب. فلازم يكون التعامل في المكان أو السوق بتاعت الكتب تعامل حضاري شوية. دي الحاجة اللي الناس اللي راحت المعرض الجديد بيقولوا ان هي هتكون مضمونة. يعني التنظيم في القاعة الجديدة او في ارض المعارض الجديدة يقال حتى الان ان هو هيكون تنظيم على مستوى عالي جدا. طبعا دي حاجة انا اتمناها، ودي حاجة مخلياني متشجع اكتر ان انا اخوض تجربة معرض الكتاب للمرة التانية واروح واشوف الشكل الجديد لمعرض الكتاب هيكون شكله عامل ازاي بعد الاحباط اللي تعرضت له في اول مرة. ولكن بعيد عن تجربتي انا الشخصية، الناس متضايقة علشان او الترند حاليا ما بين القراء هو ان سور الازبكية مش هيشارك في معرض الكتاب، وهيعمل معرض خاص بيه اسمه مهرجان سور الازبكية، هيبدأ من يوم 15 يناير اللي هو تقريبا بكرة. يعني انا بصور الفيديو ده يوم 14 يناير، مش عارف هترفع امتى يعني، ولكن هيبدأ من يوم 15 يناير وهيفضل شغال لحد ما معرض الكتاب يخلص. يعني بيضرب السوق اسعار تنافسيه. لو انت ما تعرفش الازبكيه انا قلت لك عنه في اول الفيديو، انا ليه هقول تاني، ولكن بيدي اسعار تنافسيه بشكل رهيب. وقالوا واعلنوا يعني اتحاد بقى التجار بتوع سور الازبكيه ان الاسعار فعلا هتكون تنافسيه بالمعنى الحرفي للكلمه. بيقولوا ان الكتب هتبدا اسعارها من 5 جنيه، ودي حاجه مستحيل تلاقيها في معرض القاهره ده للكتاب غير في الهيئه العامه لقصور الثقافه والمركز القومي للترجمة والحاجات اللي بتكون تبع الدولة والكتب اللي تكون مدعمة يعني. فان هم يضربوا السوق بالشكل ده، ده بيخلينا نرجع لإيه؟ لعدم وجود رؤية حقيقية عند الناس اللي نظمت معرض القاهرة الدولي للكتاب. سور الأزبكية مش حاجة قليلة، سور الأزبكية قبلة لقراء كتير جدا. ولما بتروح سور الأزبكية الصراحة يعني انا بقبل ان انا يتنصب عليا هناك. ليه؟ لان الناس اللي بتبيع ناس بسطاء، واحد عنده فرشة، واحد فاتح كشك، حاجات بسيطة. ولكن لما يجي يتنصب عليا في مكتبة كبيرة او دار نشر كبيرة او حاجة زي كده، انا بحس ان انا قلبي بيحرقني كده، اللي هو يعني خد بقى ام الفلوس اهي، انا مش عايز. فاهمني انتوا اكيد ان انت تخسر فئة كبيرة من التجار وفئة كبيرة من الشباب ومن كبار السن اللي بيروحوا في على يعني اللي بيروحوا وبيحضروا في معرض القاهره الدولي للكتاب عشان خاطر سور الازبكيه، دي ما كانتش حركه كويسه. انا معاك ان سور الازبكيه بيكون شكله يخض ويخوف. انا بالمناسبه في تجربتي الشخصيه لما رحت هناك خفت ادخل سور الازبكيه، لان انا وانا ببص عليه من بره كده
لقيته عبارة عن مغارات. أنا كنت متأكد إن أنا لو دخلت جوه هطلع بأكتر من 20 أو 30 كتاب، وهكون مبسوط جدا وهكون متكيف وحاسس إن أنا رحت معرض الكتاب وشريت حاجات قيمة بأسعار زهيدة وبسيطة جدا. ولكن المنظر ما كانش حضاري خالص، هرجلة، عدم تنظيم، كتب مترمية في كل حتة. طب أنا هدخل أمشي إزاي في المكان ده؟ كان ممكن أرض المعارض الجديدة إن هي توفر لسور الأزبكية وقت ومهلة إن كل التجار دول يروحوا يعرضوا المنتجات بتاعتهم أو الكتب اللي عندهم بشكل يليق بمعرض القاهرة اللي احنا عايزين نشوفه بعد كده. ولكن ده ما حصلش، وخدوا الحل الأسهل وإن هم يمنعوا تجار سور الأزبكية من إن هم يعرضوا الكتب بتاعتهم في معرض الكتاب. طب دي حاجة يعني هتفيدنا احنا ولا هتضرنا ولا هتفيد التجار ولا هتعمل ايه؟ اللي انا شايفه ان هي هتعمل حركة كويسة في سوق القراءة. اللي مش متحمس ان هو يقرأ اصلا لما يشوف ان في كتاب بيتباع ب2 جنيه ونص وب5 جنيه او رواية عالمية مثلا، الرواية لنجيب محفوظ، رواية للكتاب الكبار بتتباع بالاسعار الزهيدة دي، هيروح يشتروا من مهرجان سور الأزبكية ومش هيروحوا معرض الكتاب. فدي حاجة انا شايف ان هي بتنشط حركة القراءة بشكل عام في مصر، ولكنها بتضر المعرض نفسه. لان زي ما قلت لك ان في نسبه كبيره جدا من القراء بيروحوا اصلا علشان سور الأزبكية، ما بيروحوش علشان المعرض او علشان يبقى اسمهم شاركوا في المعرض. انت خسرت فئه كبيره من الناس دي، وكان قدامك بديل ان انت توفر لهم مكان كويس، مكان يليق بيهم. خلينا بس نرجع لحتة ان احنا مستفيدين ازاي. احنا قلنا ان احنا مستفيدين ان مهرجان سور الأزبكية هيقدم الكتب باسعار تنافسية جدا وباسعار زهيدة جدا، وهيكون الموضوع مريح جدا بالنسبة لنا ان احنا نشتري الكتب. كذلك انا شايف ان دور النشر والمكتبات هيكون عليها دور كبير جدا الفترة الجاية في ان هي تحاول تظبط ميزانية ارباحها من الكتب. لازم تقلل ارباحك شوية، لان انت كده حرفيا بتضرب بشكل علني من التجار بتوع سور الأزبكية. ماشي الكتب بتاعتهم مضروبة واللي هما بيعملوه مش قانوني وي 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 وحاجات كتيرة زي كده، ولكن في النهاية أنا معايا 30 جنيه عايز أشتري بيهم أكبر عدد ممكن من الكتب. لو رحت اشتريت منك أنت كمكتبة، ال 30 جنيه ديت ممكن أجيب بيها شوية لب وأقعد أزقزهم قدام المكتبة، ولكن مش هطلع بورقتين بس من الكتاب. ولكن لو رحت سور الأزبكية ممكن أجيب كتابين، ممكن أجيب 3 في مهرجان سور الأزبكية الحالي ده دلوقتي. اللي عايز اقوله ان احيانا ممكن تكون انت بتضيع منك فرصة كبيرة جدا ان انت تلم ناس كتير حواليك وتعمل اقبال جدا على المعرض في صورته الحضارية، اللي انا متأكد 1000000% ان هي هتكون جميلة وهتكون يعني في صورة تليق بمعرض مهم زي معرض القاهرة الدولي للكتاب. انا لما شفت معرض الشارقة بتاع الامارات صراحة اتضايقت وغرت، لان معرض القاهرة الدولي للكتاب بقاله فترة كبيرة جدا. يعني معرض الشارقة تقريبا ده كان رقم 20 تقريبا او اقل من 20 حتى، ولكن المعرض بتاعنا بقاله كتير قوي. حرام ان يكون شكله مش حضاري، حرام ان يكون شكله مش نظيف. فنتمنى في ارض المعارض الجديدة ان الموضوع يكون منظم بشكل كويس. انا متأكد ان البنية التحتية في المكان الجديد مؤهلة ان الكتب يتم عرضها بشكل كويس. وبالمناسبة علشان الناس اللي هتتضايق من الكلام بتاعي والناس اللي هتقول ان احنا لا احنا راضيين يا سيدي بارض المعارض القديمة انت مالك انت وبتاع، دور النشر نفسها والمكتبات اللي هي اصلا بتشارك في ارض المعارض كان نفسهم حاجة زي كده تحصل. انا لما رحت الهيئة العامة لقصور الثقافة، ودي حاجة تبع الدولة ودي حاجة المفروض تبع تنظيم معرض الكتاب، كانوا عاملين ابليكيشن اللي هو قول لنا يعني الحاجات اللي انت نفسك تشوفها بعد كده. اغلب الناس كانوا بيقولوا الموظفين قبل الناس اللي جاية تشتري عفوا، هو ان المكان لازم يكون اوسع من كده. ان انت بتتكلم على الهيئة العامة لقصور الثقافة واخدة مكان مترين في مترين بالظبط، جوه صالة كبيرة جدا وملهاش اي منفس تاني في اي حتة. ازاي حاجة زي كده؟ البنية التحتية في ارض المعارض القديمة سيئة جدا، مش مناسبة ان معرض القاهرة يقام فيها مرة تانية. انا شايف ان معرض القاهرة كفاية عليه قوي كده تواجده في مدينة نصر في ارض المعارض القديمة، وان دي خطوة كويسة. اي نعم فيها سلبيات زي الجزء بتاع سور الأزبكية، زي الجزء بتاع ان هي بعيدة شوية، زي حاجات كتيرة ممكن تقول، ولكن في النهاية
مصر ان شاء الله في معرض القاهره الدولي للكتاب، نتمنى ان هي تقدم شكل حضاري يليق باحد اهم معارض الكتاب اللي بتتم على مستوى العالم واللي بتتم في الشرق الاوسط وافريقيا بشكل خاص. تحيه لاي حد عايز ينزل معرض الكتاب، تحيه لاي حد بيحوش بقاله فتره علشان ينزل يشتري كتب سواء من سور الازبكيه او من معرض الكتاب، تحيه لاي حد هيشارك في المعرض اللي جاي، وتحيه ليكم لو انتوا كملتوا الفيديو للاخر. وبس كده، دي كانت شويه دردشه، واتمنى الفيديو يعجبكم. طبعا الفيديو مش هعمله مونتاج فمش هتلاقي فيه قصقصه كتير للناس اللي ما بتحبش القصقصه كتير، ولكن يعني هو كان كلام كده من القلب للقلب، وزي ما انتم شايفين برضو احنا مش قاعدين في الاستوديو اللي احنا بنصور فيه كالعاده. فاتمنى يكون الكلام ده لم لكم الموضوع بتاع الخناقه بتاعه سور الازبكيه والبتاع الهيئه بتاعه معرض الكتاب. وبس كده. طبعا لو عندكم اي اقتراحات لاي حاجه ممكن نتكلم فيها بالشكل دوت قولوا لنا تحت في الكومنتس. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير لي، هتلاقي اللينكات بتاعه فيسبوك وانستجرام وتشينو وكمان بتريون لو عايز ترعى فيديوهات جديده او حلقات جديده او اي حاجه زي كده، او عايز تتابعني على مواقع السوشيال ميديا هتتابعني عن طريق اللينكات الموجوده في الديسكريبشن. هو بس كده، السلام عليكم.